السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذا النهار. اهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة. المهم هذا الفيديو ديال هذا النهار جات واحد المتتبعه لعندنا، جابت لينا شي كادو، غادي نشارك معكم داك الشيء اللي جابت لينا. الله يجازيها بخير، الله يجعل ليها هذا الشيء في ميزان حسناتها، والله يجعله في ميزان المقبول يا ربي. المهم صراحة ما عرفتش كيفاش غادي نبدا لكم هذا الفيديو. المهم جات داك النهار، نهار الاثنين فجات، ايوا ما صورناش الفيديو حتى النهار الاربعاء، ايوا ماشي مشكل، اللي الظروف احكام كيف ما تيقولوا. داكشي علاش ما صورناش الفيديو داك النهار، والغد لي عاوتاني ما صورناش الفيديو. حتى اليوم عاد كتاب غادي نشارك معكم الكادو اللي جابت لينا الاخت ديالنا والمتتبعه الوفيه للقناه، شحال هادي وهي كتحط لي ديما كنقرا التعاليق ديالها، واخا ما بغاتش نقول سميتها وما بغاتش نقول فين جات ومنين جات. مهم المتتبعه الوفيه للقناه، حتى انا والله العظيم ملي ما قالت لي سميتها جات دقات الدار، واش الدار زينب والسعديه هذه، قلنا لي مرحبا ولقاتنا وهضرنا وحطات الكادو ديال، وحطات الكادو اللي جابت لينا ومشات. ايوا تنقول لها طريق السلام، الله يوصلك بخير وعلى خير بلادك، ايوا والله يصلح لك وليداتك، الله يخلي لك والديك، هادشي اللي غنقوله. ايوا دابا غادي نشاركوا معكم الهدايا اللي جابت لينا الاخت. المهم كنعتذر المتتبعه حيت ما كنعرفش سميتها، ما بغاتش تقول لي سميتها. دابا غادي نبداو، حتى انا راه مازال ما عرفت شنو كاين، واخا قلت لكم من نهار من نهار الاثنين واليوم النهار الاربعاء تنصور، والله العظيم الا ما شفت شنو فيه مع زعما. ايه هذا عاد غادي نشارك معكم. هاي 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 شوف السعادة. المهم هادو ديال الكيكة، هادي العصارة ديال القهوة، حيت قالت قالت لي راه جبت لك العصارة ديال القهوة، حيت نتيا عزيزة عليك القهوة وداكشي علاش جبت لك العصارة ديال القهوة. ها هي هي. شكرا لك اختي بزاف بزاف على هذا الكادو. المهم غادي نبقى نسولها حتى نعرف كيفاش غادي نخدمها. المهم فيها هذا الشيء ديالها كامل هنايا، هذه فاش كديري القهوه، وهاد المعلقه ديالها العبار ديالها زعما ياكو، وهادي وكاينين هادو ديال العطريه. كيبانو صحاب ليا، واش ما كايناش الصوره في الجهه ديال اللي دايره لهنا. المهم فيهم ستة ديال الالوان، ها الخضر، الغوز، الصفر، هذا الشيبي واقيلا ياك، هذا واقيلا الكاشيري ولا ما عرفت شنو سميتو، وها الاحمر،
وها الشبكة ديالهم فين كيتحطوا. بغيت نحطهم هنا عاوتاني باش يبانو. ايوا هنا كنت كنحط هادو ديال العطريه وشويه ما طاحت لي، المهم طاحت لي النيت هادي، ولكن الحمد لله ما ترزات. ونسيت ما قلت لكم واحد اللعبه جبتها لينا غادي نلعبها انا وسعديه واللي بغى يلعبها. ايوا المهم تسناو الفيديو ديالها حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. صبره سعديه شويه وغادي نشارك معكم هذا التحدي. زوينين وثقالين ما شاء الله. ها هما نحطهم هنا. شنو اخر كاين السلوفان. يلا قلت السوق غنشريه تقاد علينا ها هو جاب الله سبحان الله العظيم. وكاين هذا هاد الترموز فقيلة الترموز ولكن ما عرفتش هو. هو هذا وقيلة الترموس ديال اللي كتشد السخونية وقيلة حبيبي حليت ليه لتحت واش هنا ما عرفتش حليته شي كان شحال وقيله بحال هذيك ديال الشينوا كيهزوا فيها الماكله وها الفرشيطه الهنديين واش كيحطوا الماكله وتيمشيو لشي بلاصه. ها هي المهم هذه واقيله ديال الماكله حيت فيها الفرشيطه ياكو هذه وكتقسم عاوتاني هنا كتحيدي ليها هذه وكيعمر عاوتاني هنا. حطي هنا واقيله الرز ولا الشلاضه ولا ما عرفت. المهم ما تضحكوش عليا وجبت ليا حتى المقله ديال البغرير هاد الصغيره وهاد الطباس هادو فيهم جوج هاد الطوال. يا ربنا وهاد الطبيسلات صغار تا هما فيهم شحال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة هادو كبارين شوية. وكاينين عاوتاني هادو شحال فيهم هادو فيهم سبعة جابت لي القهوة جابت لي أربعة الباكيات ديال القهوة حيت عارفة أختكم بلي بالقهوة. الله يكثر خيرك أختي والله يجازيك بخير الله يصلح ليك وليداتك والله يعاون يرحم والدين الله يجعل هاد الشي كامل في ميزان حسناتك والله يطول في عمرك وفي عمر والديك. وهاد الكيسان تا هما فيهم 12 الكاس الله يجازيك بخير اختي والله يسهل عليك ويسهل على الجميع والله يجعل وليداتك الذرية الصالحة ويطول في عمرك وفي عمر راجلك ووالديك وعائلتك. المهم هاد الكيسان
وهنا جابت لي هادو ديال الحلوى، جابت لي الخميرة، وجابت الفاني حتى هو، جابت فيهم بزاف ديال الباكيات زعما، وجابت كاوبي، جابت لي ثلاثة ديال الباكيات في كاوبيل، وثلاثة في الخميرة، وثلاثة في الفاني. عرض قرت غير قرت السلام. وجابت لينا هاد المنطاط حتى هي، هادي ما قديتش نهزها. وجابت الحليب حتى هو باش نعمروا القهوه. ها هو، الله يجازيها بخير. وكاينه واحد المنطا اخرى قالت لي شوف فيها، راه فيها الطباس لا يتهرسوا ليك، ودابا غادي نحلها ونحيد الطباس باش تشوفوا الطباس اللي فيها. ثقيله هاد ارتي طرزن، يلا ارزن ايه وقع عطينا. المهم هادو اللي كاينين في ديك المنطا، فيها الزلايف ديال الحريرة، فيها ستة ديال الزلايف، الله يجازيها بخير، الله يكتر خيرها. وفيها جوج طباسل هادو بلا ما نحيد ليهم الساق باشي، ها هما. مهم جوج، ايوا الله يجعلهم في ميزان حسناتك اختي، والله يجازيك بخير، وشكرا لك بزاف بزاف بزاف، والله يخلي لك صحيحتك، ويخلي لك والديك ووليداتك ومولدارك، والله يخلي لك الصحيحه ديالك، وشكرا لك بزاف 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 على هذا الكادو، جزاك الله خيرا، الله يرحم الوالدين. وكلمه طيبه والتعليق زوينه، راه كتفرحنا، راه زينه، ماشي غير كادو اللي زين، وكل شيء زين الحمد لله. اللي تيتابع قناه زينب وسعديه اوكستي تنقول ليه شكرا لك بزاف بزاف بزاف، سواء داخل الوطن وخارج ارض الوطن، كنشكركم كاملين من اعمق قلبي، وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنسوناش من لايك والبارطاج.